أنا كنت عاملة يوم لأيتام وكنت رايحة ألعب معهم وقعدت كده، وقبل ما أمشي قالوا لي شيخة إحنا عايزين نلعب معاكي كورة يوم من الأيام. قلت لهم طب ما دي فكرة حلوة، فرحت مع الفرقة بتاعتي واتكلمنا في الموضوع وقلنا طب ما تيجي نعمل دوري. عملنا الدوري وجبنا أيتام من أنحاء مصر من أماكن كتيرة والحمد لله كانت ناجحة. فقلنا طب إحنا عملناها على حاجة صغيرة بس عشان ما كانش عندنا وقت قبل ما سافر، طب ما تيجي نعمل حاجة على أكبر السنة الجاية. فبصينا وقلنا طب إحنا هنخلي كل دولة ترشح أيتام لفرقة وننزلهم مصر ويلعبوا. ايوه طبعا، لكن ده طبعا محتاج وقت وتاسيس، ان الاطفال المعاقين يعني هم يعني ناس فوق الوهم، يعني دول جمال قوي، لكن عشان كده لازم نراعيهم اكتر، فلازم طبعا وقت اكتر، واحنا ما عندناش اكسبيرينس معاهم، فطبعا ان شاء الله في المستقبل هيكون عندنا مثلا ماتش او مونديال ليهم. اولا يعني هيتبسطوا اولا، يعني دي حاجه، وترفع معنوياتهم ويركزوا على حاجه يعني في الوقت لغايه الماتش، يعني يطلعوا من طريق المخدرات او اي حاجه اللي هم بيعملوها. وكمان يعني هيكون في مدربين هناك ينقوا الاطفال، ممكن ياخد واحد يخليه لاعب مشهور في المستقبل، الله اعلم. ما هو ده اللي احنا هنعمله ان شاء الله يعني.